بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. أخواتي، عندنا وصفة سريعة جدا لعلاج التعب. إذا دائما تعبانة مجهدة مرهقة، في عندنا وصفة ممتازة جدا وغير ضارة. لكن ممنوع الوصفة للحوامل. إذا كنت حامل ممنوع تستخدميها إذا كنت حامل. الوصفة كالتالي، مؤلفة من قسمين. نبدأ بالقسم الأول على بركة الله. ملعقة كبيرة من الميرامية، واسمها على ما أذكر السالمية بدول المغرب، سالمية الميرامية. ملعقة كبيرة من ورق الميرامية أو السالمية، نطحن جدا، ونحط ملعقة كبيرة بالكاس، ثم نصب عليها ماء ساخن جدا، نحركها ونغطي ونتركه 5 دقائق. بعد 5 دقائق نشرب الماء ونترك الميرامية بأسفل الكوب. لا تشربيها، بس تشرب الماء. الميرامية الموجودة أسفل أو السالمية الموجودة أسفل الكاس لا تشربيها، لا، بس الماء. خلصنا، بتشربي كوب بعد الفطور. فطرتي، بتشربي بعد الفطور كاس. قبل أن تنامي تشربي كاس. هذا القسم الأول. في عندنا القسم الثاني من الوصفة نستخدمه نفس الوقت، وهو كالتالي. الشق الثاني، كنجيب كزبرة أو كزبر نفس الاسم، يابسة، بذر الكزبر. كنطحنه مزيان، نصليه مثل السنيدة بودر، ونحطه قرعة، يعني قارورة، مرطبان، وعاء زجاجي، وكلفه بكيس أسود أفضل، وكنغطيه ونحطه بالثلاجة. وين؟ بالثلاجة. فمع الوصفة التي ذكرتها قبل قليل، بالليل عند العشاء بالليل قبل ما عند وجبة العشاء، تضعي ملعقة صغيرة من بودرة الكزبر، هذه بذور من مطحون بذور الكزبر، تحطيها على الماكلة أو بكاس الشاي أو مع عصير، أنت حرة مع أي شيء تشربيه. فوداومي على هذا الأمر حوالي 2 أسبوع إن شاء الله تعالى. الإجهاد والتعب اللي تشعري فيه والحيل قليل والتعب كله يروح إن شاء الله تعالى. أبو عبد العزيز كان معك، دعواتك.